قدم الفيلسوف الإسلامي أبو حامد الغزالي تجربة ملهمة في العزلة والحجر. هو أحد أعلام عصره وأحد أشهر علماء المسلمين في القرن الخامس الهجري. ترك حياة التدريس والمناظرات والمناكفات لعشر سنوات، بحث عن ذاته متأملا في وجوده حتى أخرج موسوعته إحياء علوم الأحياء كأحد أهم الكتب في علم التصوف، حتى قيل عنه: من لم يقرأ الأحياء فليس من الأحياء. في كتابه هذا يضع الغزالي فوائد العزلة على الإنسان في الخلاص من الفتنة وشر الناس والخصومات وصون الدين والنفس والتفرغ للفكر. بلغ الإمام الغزالي في أيامه قمة المجد، أتته الدنيا بالمال والشهرة وذيوع الاسم، كما أتته بنفوذ الكلمة، مع ذلك لم ينقطع عن طلب العلم. عبرة من يعتبر الحرية مع الألم أكرم من العبودية مع السعادة.